تعريف التصوير. هنتكلم الآن في المقطع هذا عن تعريف التصوير. في أحد شايفني؟ اللي شايفني يرفع يده، ولا واحد طبعا. طيب الآن كذا ممكن يكون أحد شافني شوية صح؟ بس أنا ما زلت لسه مش شايفكم يعني. وكذا الآن أعتقد الصورة واضحة. عارفين إيش اللي صار وأنتوا ليش ما كنتوا شايفيني؟ أحكي لكم قصة حكينا إياها المدرس زمان في مادة العلوم. وإحنا صار كان في شخص اسمه بطليموس وأقليدس، والناس هذول من الناس اللي هم كانوا يعتقدوا أن العين تصدر أشعة تسقط على الهدف فبالتالي ترتد إلى العين فنقدر نشوف الصور. فجاء العالم المسلم وأثبت أن النظرية هذه غير صحيحة. أدخل ناس في غرفة مظلمة وقال لهم شوفوا، طبعا ما شافوا حاجة. بدأ يظهر النور شوية شوية إلين شافوا الأشياء. فمن هنا نقدر نقول أن الرؤية البشرية كيف طريقة العين عمل العين، أنه الإضاءة تسقط على الهدف. لما تسقط الإضاءة على الهدف تنعكس الإضاءة على العين فبالتالي ترى الأشياء زي ما هو موضح عندنا هنا في الصورة الموجودة. وإذا إحنا ربطنا الموضوع هذا بالكاميرا فهنجد أنه نفس آلية عمل الكاميرا هي نفس آلية عمل العين البشرية طبعا مع القصور. فتبارك الله الخلاق. وإن شاء الله في كمان فيديو مرفق مع هذه المقطع، هذا المقطع يبين لك آلية عمل العين من داخل عيادة كان قاموا بتجربة معينة وكيف طريقة العدسة والبؤبؤ وكذا. باختصار أنه الأشعة بتجي على البؤبؤ اللي هي العدسة عندنا في الكاميرا، بعدين تنتقل إلى الحساس اللي هو الخلايا العصبية عندنا أو الشبكية عندنا عفوا، بعدين تطلع إلى المخ اللي هو البروسيسور عندنا فيبدأ يترجم الصورة. احنا ما هنتكلم في النقاط هذه كثير، ولكن احنا عايزين نعرف ايش هو طريقة الرؤية وطريقة التصوير عشان هتخدمنا في المحاضرات القادمة. طبعا العالم ابو الحسن الهيثم المسلم اخترع حاجة اسمها القمرة المظلمة، وممكن ترجعوا اليها في المذكرة اللي احنا رافعينها. مش هنتطرق للمواضيع النظرية وطريقة رؤية العين والكاميرا كثير، ولكن احنا بناخذ الاشياء هذه عشان نعرف ايش امكانيات الكاميرا اللي احنا شغالين معاها وكيف طريقة عملها اساس نفهم نتعامل معاها بشكل واضح. وممكن ترجع للمذكرة اللي احنا رافعينها في المادة وتقرأ عن الموضوع هذا، وان شاء الله كمان في روابط لاشياء في الوايكوبيديا. ابو الحسن بن الهيثم تمام كان اخترع شيء اسمه القمرة المظلمة. ولما دورنا على كلمة القمرة صراحة هو كان يعني سؤال من بنتي الصغيرة سألتني ما معنى قمرة. فالقمرة وجدناها في القاموس عبارة عن الغرفة المظلمة أو الغرفة الصغيرة أو الغرفة المعزولة. فمن هنا إنه الكاميرا إذا شفتها من جوا المكان اللي فيها الحساس غرفة صغيرة معزولة عن الإضاءة فأصبحت اسمها الكاميرا، والحد الآن يتداول نفس الاسم معنا. تابعونا في المقطع القادم هنتكلم عن معنى التصوير الرقمي ونتطرق إليه على منصتكم الرائعة رواق مادة أساسيات التصوير.